الرؤيا جزء من 26 جزء من النبوة. هو الحديث الرؤيا جزء من 46 46 أي 46 نعم. جزءا من النبوة. والمقصود طبعا العلماء اجتهدوا في تفسير هذا الحديث طبعا، لأنه الآن ما في نبوة. الآن لو قلنا بأن نبوة حقيقية ما في نبوة، الآن نبوة انقطعت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بموت المصطفى صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة، وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا بيجوا ناس كذابين كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يبعث يعني 30 كذابون دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيبعثوا بيظهروا للناس قريب من 30 نفر كده. لكن المقصود بالنبوة هنا الآن يعني بعض العلماء قال بأن أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة، فإنت لما تجي تحسبها بتلقى إنه الفترة حقت الرؤية الصالحة اللي كانت أول ما بدأ به الوحي كما قالت من عائشة تلقاها يبي تساوي بحجم الرسالة كلها واحدة على 46. سبحان الله. هذا بعض العلماء قال الكلام ده، وبعضهم قال يعني هو المقصود إنه دي مبشرات كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح الذي ذكرناه في بداية الحلقة. نعم. إنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، إلا المبشرات. يعني هذه ممكن تشترك مثلا في قضية قضية مثلا الكرامة، لأن طبعا فرق بين الخوارق العادات تختلف من النبوة من المعجزة إلى الكرامة. المعجزة في حق الأنبياء والكرامة في حق الأولياء، فهي طبعا في الأخير هي خارقة من خوارق العادات. لكن دي في حق النبي ودي في حق الولي الصالحين والأولياء. أي نعم. فلذلك يعني هو المبشرات كما تفسرنا في الآية القرآنية لهم البشرى في الحياة الدنيا، فهو مقصود المبشرات الآن لاعتبار أنها هي تبشر الإنسان بأمور ما حصلت، ويكون هذا كأنه معنى لغوي ليس معنى اصطلاحي. نعم. يعني نبوة اصطلاحية. نعم.